السلام عليكم ورحمة الله. ما حقيقة ياقوت الزوسيت؟ سبق أني تحدثت عنه، كان الفيديو شوية صعب، راح ألخصه بطريقة أبسط. الزوسيت هي عائلة تتكون من عدة أفراد، أحد أفرادها الثلاثي يكون لونه محمر أو وردي، طبعا بسبب وجود المنجنيز. الفرد الثاني هو عبارة عن لون أخضر يسمى أنيوليث، يكون لو بسبب الكروم يعطيها اللون الأخضر. طبعا الصلادة 6.5، 6.5، الكثافة 3.10 إلى 3.33، في هذا الحدود. إذن ما علاقة الياقوت بالزوسيت؟ إن قيل لك هذا حجر ياقوت مع زوسيت، في أحجار صخور متحولة تسمى الأنيولايت، هي تجمع ما بين الزوسيت الأخضر والزوسيت الأحمر. فكيف تفرق أو تعرف إنه الأحمر اللي في الصخرة الأنيولايت عبارة عن ياقوت؟ عن طريق الكثافة، لأنه كثافة الياقوت 4، عن طريق الصلادة، صلادة الياقوت 9، أيضا عن طريق الأكشن اللي بيسويه الياقوت، يكون متوهج محمر مع أشعة UV. هذه هي الفروق اللي ممكن تتعرف فيها على الياقوت. إذا أجا الصلادة 6.5 والكثافة 3 وشوي وما في أكشن مع اليوفي، أعرف إنه زوسيت. طيب، منتشر في الأسواق أيضا أحجار تكون صناعية مصنعة من الزوسيت والياقوت من أكسيد الألمنيوم المتواجد في الطبيعة. مستحيل في حجر ياقوت صناعي أن تجتمع أو تكون القياسات صحيحة لكل قياسات الصلادة مع الكثافة مع الانكسار الضوئي. لابد من خلل في أحد هذه القياسات. أيضا معروف الصناعي يحدث أكشن مع اليو في نفس الطبيعي، لأن المادة الخام له عبارة عن أكسيد ألمنيوم طبيعية متواجدة في الطبيعة. في صخرة متحولة تسمى الفوشيت شيست، يتواجد معها الياقوت، والياقوت يتطلب ضغط وحرارة عالية، لذلك لما تتكون الياقوتات في هذه الصخرة يكون هناك حلقات عبارة عن حلقات من السيليمينايت أو الكيانايت حول الياقوت في الشيست. منتشر في الأسواق حاليا عبارة عن كيانيت وياقوت، تكون لونها أزرق تماما، وطبعا حتكون صناعية لأنه تواجد، حوريكم عينة فيها تواجد الكيانات مع الياقوت، وكيف يكون بشكلها الطبيعي وكيف يكون بشكلها الصناعي. حياكم الله، معكم رجاء عون، ماجستير جيولوجيا اقتصادية. يا هلا ومرحبا في فيديو قادم ومعلومات جديدة ما تجدونها إلا في عالمي. أهلا وسهلا.